أهلا بكم أيها الرائعون. من الممكن جدا أن تحسن طرق تواصلك الفكري واللفظي مع عقلك الباطن. كثير من الناس لا يستطيعون إرسال رسائل بدقة لعقلهم الباطن، وبالتالي حتى ولو جربوا عدة تمارين من الجذب، مع كامل الأسف لا تنفع معهم هذه التمارين، وقد يشكك البعض أصلا في جدوى قانون الجذب وفي التمارين أيضا. من الأخطاء الشائعة في التواصل مع العقل اللاواعي عدم التحكم في الكلمات التي ننطقها أو أحيانا حتى النوايا، وبالتالي لا يستطيع أن يكون هذا الشخص في توافق تام مع رغباته، ويكون طبعا في مستوى طاقي منخفض، مما يجعل عملية الجذب صعبة جدا. مثل شخص يقول: أتمنى أن لا تتعطل سيارتي في هذا الطريق الرائع، أو أن يقول شخص آخر: أتمنى أن لا أفقد وظيفتي في هذه الظروف، أو أن يقول شخص آخر: أتمنى أن لا أرسب في الامتحان في هذه الدورة الدراسية، وهكذا. من الملاحظ جدا وبكل بساطة أنك ترسل رسائل سلبية: السيارة تتعطل، شخص يفقد الوظيفة، وشخص آخر يرسب في الامتحان. العقل الباطن يلتقط دائما الإشارات الموضوعية بكل بساطة، وبالتالي عندما تقول لا أتمنى أن تتعطل سيارتي، فإنك تركز هنا على السيارة المعطلة، والشخص الآخر يركز على الوظيفة المفقودة، والطالب الجامعي مثلا يركز على الرسوب في الامتحان. مع كامل الأسف من الممكن أن تجذب إليك هذه الأشياء. بدلا من ذلك ممكن أن تكون صيغة التواصل أكثر احترافية وبشكل إيجابي. لذلك من الواجب جدا أن تقوم بمراقبة تواصلك اللفظي الهام مع عقلك الباطن. وبالتالي بدلا من هذه الأفكار وهذا الأسلوب التواصلي، ممكن أن يقول الشخص الأول: من المؤكد أن هذا السفر سوف يكون رائعا. ويقول الثاني: من الممكن جدا أن أحصل على ترقية في وظيفتي في الأيام القادمة. وأن يقول الطالب الجامعي: سوف أعمل كل جهدي للنجاح في هذه الدورة. وهكذا تكون الرسالة المرسلة للعقل الباطن رسالة إيجابية بدلا من التركيز على السلبيات. كلما كانت هذه المراقبة قوية جدا ومضبوطة، يكون عقلك الباطن في توافق تام مع كل الرغبات. والمعلوم أن الشيء الذي تركز عليه يزداد ويكثر أكثر وينمو. يوسف حسن، فأمان الله.